الموجات الإيجابية وفي إطار الموجات الإيجابية 31 328 328. خاطر فم الربح ثم الربح ستارويل كما كلها يا ولادي ستارويل ثم الربح ستارويل نعود لكم ستارويل منتوج تونسي هذايا رزقنا يحب يربحكم 100 دينار كاربيرون كل يوم وغدوه 500 دينار كاربيرون تاكسيات لواجات نقل جماعي نقل ريفي غدوه احضر لي كود غدوه 500 دينار كاربيرون من هذايا ستارويل غدوه بلي كود البارح شنو خاطر غايب انا قلنا قلنا ستار اويل قلنا تونس قلنا في لحظه الجمله هي اللي في كل اثنين في كل اثنين البارح في كل اثنين البارح هاي انا اعطينيكم لي كود كلمونا على 31 328 328 باش نربحوكم 100 دينار كاربيرون راهم باهي من هدي ستار اويل يرحم والديكم ستار اويل ميرسي بوكو. في اطار يعني البرنامج عندنا ديما الفقره هذه نذكروا بها اللي اسمها اخبار سعيده واخبار مش سعيده. نعم بالله قبل هكا في اطار يعني باش نعطيكم اسم مغني كان طلعوه لي نعطيكم لي تفضل باش تعطيني اسم مغني ونطلعوا المغني ونجم نغنيو موا ايتي اوليف ما ايتي اوليف او فهمت نصيف زيتون نصيف زيتون والله حلو صيف ايتي اوليف حلو انا نحب نسال جوست علاش قبل الكرونيك نتاعي والله ما نعرف مفكهات يعني مش حلو والله فتحات ماشي تسليه صحيحه برشا انا ريم طلعتها في فراكسيون سكوند ابداع ولا قعد نخمم لا قريت وقرايه تعرف حضور البديع قلنا عن اخبار سعيده من الممنوع اخبار مش سعيده في الاخبار السعيده والمش سعيده اليوم مانيش نعملوا اخبار مش سعيده عن اخبار سعيده لانه كنا محضرين اخبار مش سعيده ولكن لازمنا ديما نثبتوا من مصدر ما نعديش الاخبار هكاك اليوم عندنا اخبار سعيده أخبار سعيدة في الأخبار السعيدة نحب نفرحوكم نحب نحكيو لكم على الناس اللي الحقيقة مش ديما عليها برشا ضوء وإحنا نستحقوا أنو نسمع عليهم أكثر نعرفوا حكايتهم أكثر ونتبعوا حكاية نجاح متاعهم أكثر راو في هذا برشا إلهام. اليوم الاسم هو خيري جراي. تعرفوا خيري جراي؟ تسمعوا بخيري جراي؟ به ما تسمعوش بخيري جراي ميسالش اليوم باش توليو تسمعوا به بالكدا. علاش؟ على خاطر الوليد هذايا هو من الناس اللي عندهم قصر في السمع لكن عنده موهبة طاغية في الفن تشكيلي. خيري جراي هو أول حد وأصغر شخص من حاملي هالاختلاف هذايا اللي يعمل المعرض الخاص به يعمل اونيكسبو خاصة به الأول من نوعه اسمه مليح في تونس في العالم العربي وفي شمال إفريقيا أنه يكون عنده معرض خاص به اللي احنا سمعناه اللي اللوحات متاعه قاعدة تتشري بأسوام معينة ومن بعد السوم متاعها يطلع فجأة ويولي زادة يتباع بطريقة أكبر برشا. احنا كل التمنيات لنا الخيري بالنجاح خيري جراي اللي تنجموا تتعرفوا عليه أكثر تشوفوا الإكسبو متاعه زادة وتدخلوا على الباج متاعه باش تتعرفوا على الأعمال متاعه. هو فرحان برشا بالليكو اللي قاعد يلقى فيه الإكسبو واحنا كعملنا هكا شوية غوشيرش لقيناه اللي هو زادة ابن الشاعر والمنحر الراحل حميدة جراي. كنت تفكروا من الأعمال متاعه فما غنية قديمة الناس يحبوها. لحظة ما تقولش على طالما له موسيقى لهنا باهي ولكن قبل هذه أنا نحب نقول اللي كونه خيري جراي لو كان يسمع فيه احنا شرفنا برشا 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 أنه نهار من نهار تيجي بحذانا لهنا ويجيب لنا طبلوات نتمنى ولا يا خويا نعملوا له كيفاش يقولوا فيها نحن فونت فونت نجموا الناس اللي طبلو 2 3 4 5 يجي بحذانا يجي بحذانا لو كان يسمع فينا ولا يعرف شكون خيري جراي يجي بعدين نهار من نهارات نحطوا له طبلوات وكل هنا فهمني ولا والمستمعين والمشاهدين يشوفوا الطبلو لو كان ثم بنك ولا مؤسسه خطط البنوك والمؤسسات يحبوا الطبلوات اي يحبوا يزينوا للبنوك نتاعهم ما فيها باس لو كان ناخذوا من عنده 5 ولا 4 طبلوات بسوم باهي باش ينجموا يكملوا يواصل. هذا اللي نتمناه انه هو يكمل يواصل وسان اكزامبل وحل الباب لبرشا ناس ويثبت مرة أخرى لما فما حتى شيء يعيقنا كان أنفسنا وكان مخاخنا وفيت حتى شيء ما نجم يخلينا نبعد على حاجة نحبوها ولا الشغف في بيكون عنا. دونك خيري اليوم سان اكزامبل سويفغ احنا حبينا نحييه ونسلمه عليه ونحكيه على الإكسبو متاعه. خيري جراي كما قلت اللي هو ولد الشاعر والملحن الراحل حميدة جراي اللي عنده بارش اغنيات معروفين لكن ما نعرفوش اسمه كتبهم وزاد ملحن بعض الأغاني لكن فما اغنيات كتبهم مثلا فما اغنية باش نعطيكم انديس فيها كليب طويل شوية يغني فيها الفنان الجميل التونسي شكري بوزيان. كليب وقت اللي خرج عمل ثوره في الكليبات في تونس. لا لا مش في حلاكي يامي ساعات نبداو بالكليب الطويل اللي هو لا لا لا, 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 لا الكليب عرفته اللي هو اللي هو ما مدينة وبنية شوية زينب دندن قالوا كلام قالوا كلام قالوا كلام لحظة قص موسيقى
زينب ظنها بحلاها غنية راهي عملت ثورة هذيك متمردة متمردة على المجتمع الكوز نتاع المجتمع خاطر هو شنو يقول لها قالوا كلام ياسر كلام قالوا عليك ضايع قالوا عليك ضايع جرح كلام مثل السهام قالوا عليك مايع قالوا عليك مايع كذبوا عليك يا لله وانتي دليلي بمبرا بعد الكلام بكل اخترتك خليني للرا بعد الكلام الكل وخليك مثلي بايع وخلي يقولوا ضايع كذبوا كلام يا سلام عليكم والله أراني وليت الخمو في كوران والله اي شنو هيك تبخر اغتب زيدا كيف ما قالت ربيب خمت في الغنية من الأول صحيحة اللي هي الناس الكل تحبها الناس الكل تغنيها اللي هي محلاك يا هذه مش نغنيها الكل أم تسمع فينا وإن شاء الله ربي يرحم الأمهات اللي توفيوا كل أم تسمع فينا هذه يا بربي نحاول نقولها صحيح تروى محلاك يا أمي نورت لي الدار يا أمي نورت لي الدار بالمسك يا أمي ريحتك فواحة تغيب عني صورتك مشوار يا أمي صورتك مشوار منذكريني متعتي والراحة ندبرها ونحطها وشكرا للفنان شكرا وزير من اقوى الاغاني على الام من احلى الاغاني انا ما نحبش نسمعها ياسر دي الحقيقه هي من احلى الاغاني على الام في تاريخ تونس انا عملوا فاصل زعبار هديه لكل ام اللي يسمع فينا قولها امي هديه لك انت حطها بابا 7 ل 9:30